سلام عليك يا أستاذ السلام. 4 سنوات من الانتظار وأكثر جال بها الفحمويون بين الملاعب المختلفة حتى جاءت البشارة في عام 2023 لتفتح الأبواب أمام عودة الأحمر الفحموي إلى بيته وداره في جبل النار. نار لم تهدأ طيلة سنوات. طرحت تساؤلات عن التأخير في جهوزية الملعب وعن السبب الرئيس لتعثر أعمال الصيانة. لكن الصورة اكتملت ولم يتبقى سوى الانتظار لصافرة البداية. فأي بدايات تنتظر أم الفحم في مبارياتهم البيتية؟ وأي نهايات ستكون بمرور 90 دقيقة على الضيوف في مكان لا يعرف سوى طعم الانتصارات؟ ومن أم الفحم حتى كفر قاسم انتصارات تنذر بمسار صحيح نحو الناصرة التي انتصرت من على أسوار عكا بصاروخ أطلقه الدبور نحو شباك الخصم. وبين هذا وذاك لا ترتقي الفرق العربية في الدرجة العليا إلى المستوى المطلوب حتى في الجولة 19. سوء نتائج وأداء لا يلامس المستوى المطلوب وتعزيزات على خط الرين وسخنين بمحاولة أخيرة لإنقاذ ما تبقى. وللحديث بقية في هذه الحلقة. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من استاد 24. ورحبنا معي كالعادة بالصحفي والمحلل الرياضي وسام خليلي. مرحبا بك. مساء الخير. بداية دعني نبدأ يعني بأجواء استاد أم الفحم. أنت دربت هناك، ماذا يعني العودة إلى هذا الملعب؟ باعتقادي هذا العودة إلى هذا استاد السلام عودة حاسمة جدا، راح تكون ضربة قوية لبولم الفحم. كلنا بنعرف قديش الجمهور كبير تاع بولم الفحم حتى لما كان يلعبوا خارج الفحم. استاد السلام عودنا في الدرجة الأولى على 4000 5000 مشجع، فباعتقادي العودة بعد 4 سنين راح تكون قوية جدا. متعطشين أول شيء الجمهور، لاعبين، الإدارة، البلد نفسها، فراح تكون لها يساهم كثيرا جدا جدا. شفنا الحماس امبارح بمباراة كفر سابا، كلياته اجى بعد الخبر عن افتتاح الاستاد لحق جمهور كبير على كفر سابا بسبب هاي اللي نشر هذا الخبر. فيوم الجمعه بستناهن عن جد عرس كبير. دعنا واياك نشاهد بدايه جدول مباريات الاسبوع في الدرجات العليا وايضا في الدرجات الممتازه. اتحاد ابناء سخنين يلاقي نيس تيونا مباراه قاع، وكب ابناء الريني ضد بيتار القدس مباراه هامه جدا. أما في الدرجة الممتازة، هابوال كفر سابا يلاقي النادي الرياضي كفر قاسم، مباراة أيضا مصيرية. هابوال من الفحم على أرضه وبين جمهوره ضد ابن يهودا وهابوال نير رمات شارون مكابي أخي الناصر. هذه هي المباريات. يعني دعنا نبدأ وإياك بداية بفريق اتحاد ابناء سخنين في الدرجة العليا. دعنا نقول الحظ لعب إلى جانب الفريق بتأخير المباراة ضد هابوال بئر السبع هذا الأسبوع بسبب ظروف الملعب. صحيح، ممكن استغلال تأجيل هاي المباراة عشان يلاقوا كمان فريق قاع اللي ممكن يقدروا يرجعوا ثقتهم بنفسهم في مباراة على الورق أنا نقول أهون من مباراة بئر السبع. لكن كل مباراة بالذات لاتحاد ابناء سخنين عم نشوفها عم لقيها كتير صعبة بسبب النفسية اللي أقل والأداء الواطي اللي عم نشوفه من بعض اللاعبين في اتحاد ابناء سخنين. فباعتقادي إنه هاي المباراة راح تكون مهمة جدا وقوية جدا لاتحاد ابناء سخنين أمام نسيونا مباراة خارجية. بتمنى إنه عم نشوف إنه كمان أدهم التغييرات في تبديل اللاعبين في هاي الفترة بعدها بطيئة، مش عم نسمع عن أسماء كبيرة اللي عم تحضر لاتحاد ابناء سخنين. فباعتقادي مباراة مهمة كتير لاتحاد ابناء سخنين ويرجى انه منهن استغلال الفرصة، لانه كيف حكينا قبل اسابيع عدة اتحاد ابناء سخنين فريق قاع. يعني نحن نشاهد طريقة اللعب التي يعني تعرض على الشاشة امامنا الان. يعني هي هذا الفريق يلعب في طريقة 4-3-3. يعني حتى الان نحن نتحدث عن خسارات، يعني هي بضعفي الانتصارات وخمس تعادلات على الاقل. انظر يعني حسب الاحصائيات، انظر الى المعطى ايضا، كمية تسجيل الاهداف ودخول الاهداف. كمية تسجيل الاهداف 15 هدف سجل اتحاد ابناء سخنين، منهن 7 اهداف للاعب جاي ميلامد، وكردوسو وكونتي بدون اهداف في الهجوم. عم نشوف انه كل الضغط عم بيجي على جاي ميلامد وعلى بيرام كيال اللي هو لاعب خط وسط مش مهاجم. ففي فشل عند كردوسو وكونتي اللي مش عم بيقدر يساعده جاي ميلامد، وهنا التعزيزات لازم تكون القوية. السؤال اللاعب الذي انضم دور
هوجي الذي نعم الذي انضم، هل يمكن له ان يكون بديل؟ انا حسب رايي مش هذا اللاعب. هناك فرحة عارمة في سخنين من ضمن لا انا بحسب رايي شفناه باخر سنين في الدرجة العليا وفي الدرجة الممتازة، كان ممكن انه يكون عنده بصمة في الدرجة الممتازة، لكن في الدرجة العليا كمان لاعب اللي ممكن يكون يساعد اتحاد ابناء سخنين، بس مش راح يكون هو اللي يحط فريق اتحاد ابناء سخنين على اكتافه ويساعدهن ويكون هذا اللاعب اللي احنا عم ندور عليه. اذا بنشوف حسب الاحصائيات كمان ادهم ونشوف كمان ليش الاهداف قليله، طلع على ضربات المرمى على المرمى الخاص، هذا هو المعدل في المباراه، معدلهن 4 تسديدات على المرمى في المباراه بالضبط. هذا يدل اولا ان هناك ليست مشكله فقط، يعني يمكن القول بان المشكله يعني وسام ليست فقط في 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 الحلقه الهجوميه، انما يمكن ان تقول ايضا في حلقه الوسط ايضا يعني نعم يمكن نعم. لاعبي الاطراف لا يساهمون في ابدا يعني نشوف كمان اذا بنحكي على خط الوسط انه كمان مش باحسن لياقه له للاعبين بالتمريرات الرئيسيه اللي عم تصل لخط الهجوم او اللي بتكون حاسمه، 3 منهم دائما صحيحات من 6 معدل التمريرات، والركنيات هذا بدل على الضربات القليله اللي عم بيضربها اتحاد ابناء سخنين على المرمى، فعندهم معدل من 4-5 ركنيات في كل مباراه، فبنحكي على احصائيات واطيه، احصائيات اللي بتدل على فريق قاع كل شيء. نعم دعنا وإياك نعرج وسنعود إلى فريق مكابي أبناء الريني وأيضا إلى سخنين قليلا، ولكن دعنا نرحب ونستغل الوقت لنرحب بمدير عام فريق هبوال أم الفحم أو مدير فريق هبوال أم الفحم سيد أحمد جابر من كان معنا سابقا هنا في الاستوديو واستمتعنا معه. مرحبا بك، واليوم نحن نتحدث معك أحمد، مساء الخير. نعم أحمد، يعني بداية كيف هي الأجواء في أم الفحم؟ ما موعد اقتراب افتتاح الملعب؟ يعني من بعد قرار الموافقة على افتتاح الملعب والفوز بالأمس جد أجواء كرنفالية. أنا يعني من 10 دقائق ربع ساعة وصلت من أم الفحم، أجواء كرنفالية، بتأمل كثير 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 وما نخيبش ظن المشجعين مويين ومشجعين العرب بشكل عام، ونكمل بهاي الأجواء حتى بعد المباراة مش بس قبلها. نعم، ماذا يعني افتتاح الملعب بالنسبة لأبوال أم الفحم في مثل هذا الموسم؟ أول شيء يعني بالجانب المهني دفعة مهنية قوية جدا، يعني إحنا لليوم شباك الانتقالات بتخيل أكبر تعزيز ممكن يكون لنا كان افتتاح الملعب، وعلى الجانب المادي كمان بتخبرش حدا يعني إنه راح يعطي دفعة مادية قوية جدا للفريق، منها نقدر نعزز الفريق، منها نقدر انه نكمل دفع جميع مستحقات اللاعبين، راح تكون دفعه كمان معنويه كمان مهنيه وكمان ماديه للفريق. نعم احمد، عندي سؤال لك، باعتقادي انه انشغال الاداره والمدير المهني شمعون هداري في الملعب استاد السلام يجيبوا التأشيرات والموافقة على افتتاح الملعب أعطى هدوء تام للطاقم المهني وللاعبين يركزوا أكثر بالمهنية ويجيبوا نقاط، هل أنت شايفين نفس الإشي؟ لأنه عم نشوف أنه من يوم ما بعدوا شوي وانشغلوا عن استاد السلام صار في هدوء أكثر من ناحية مهنية للمدرب لللاعبين، وعم نشوف في أداء أحسن بكثير وتجميع نقاط. وبصراحة من بعد انضمام أدهم هادي لتدريب الفريق هناك يعني في ثقة كبيرة بين جميع حلقات الفريق بعدهم هادي، بعطوه يعني جميع الإمكانيات والثقة والهدوء، هن يعني زي ما بقولها بالعامية مركنين على أدهم بنسبة 200%، ومش عم نشوف يعني إنه انشغال بعض الأشخاص إن كان أبو العام إن كان شمعون إن كان كل مين من حوالين الفريق بالملعب وبالأمور اللي هي مش مهنية مش عم بتأثر على الفريق سلبا. مع العلم إنه شمعون هداري هو مدير مهني مش مدير إداري ولا خاصه بكل هاي الأمور، هل كان يعني كان في شيء مقصود انه ابعاد شمعون عدان هداري وانشغاله بهاي الامور عشان يقدر يعطي المساحه الصح لادهم هادي؟ لا مش انه مقصود يعني ابعاده عن الطاقم المهني، اكثر انه اركنه على ادهم انه يعمل الشغل زي ما لازم، وشمعون افاد الفريق كثير بالجانب تاع التاشيرات لافتتاح الملعب، لهيك طلع يعني زي ما بيقولوها بالانجليزي وين وين سيتويشن، يعني جميع الاطراف استفادت من هذا يعني من هذا الشيء اللي صار. أحمد، اليوم أنت تتبوى منصب يعني دعنا نقول رفيع في أبوال أم الفحم، أولا يعني ما هو التغيير الذي جلبه أحمد إلى أبوال أم الفحم، وهل تشعر يعني بأن يعني
بأنك يعني تقوم بنوعا ما بربط هذه الحلقات التي تتحدث عنها؟ يعني أنا بحاول، يعني بحاول أعطي كل اللي عندي لجلب أشياء جديدة ما كانتش بفريق أبو علم من الفحم. في بعض الأمور اللي عم نشوف النتائج بلشت توصل، زي مثل اللي مثل مثل مثلا اللي حتى أنت بالأسبوع الماضي أو اللي قبله حكيت عنه، الفريق بطل يعني يكون بالعناوين بالأشياء السلبية، أكثر بالأشياء الإيجابية. اللي يعني الترابط بين الوسيم وأحمد أبو العم والمدرب أدهم هادي، كل هاي الأمور. ولكن كمان مرة يعني فيش شيء بتغير بكبسة زر. السؤال اليوم أنتم ستعودون إلى استاد السلام في مدينة أم الفحم، والأمور تتغير يعني الآن بين 500 متفرج في عكا وبين 5000 في أم الفحم، الأمور تختلف كليا. كيف ستديرون ذلك؟ وأيضا كيف يعني سيتم تسويق الفريق؟ هذه أمور صعبة اليوم، أنتم تحت ضغط قريب جدا جدا من البلد. أول شيء يعني إضافة العدد الجماهير من 500 إلى 3000 ممكن بس يفيد الفريق. أنا متأكد 100% أنه راح يعطينا دفعة معنوية كبيرة جدا. الضغط موجود بأبو علم من الفحم إن كان في مشجع واحد ولا 500 بالمدرج ولا 3000. الضغط موجود بكرة القدم، اللي بيقدرش يتعامل مع ضغط ملوش محل بكرة القدم. بالعكس أنا بطلع على الإشي بس بالجانب الإيجابي. وطبعا بالنسبة للشق الثاني تاع السؤال، تسويق الفريق فلازم نشتغل على الموضوع زي ما لازم. مزبوط احنا صرنا بنص السنه ويعني كل المباريات البيتيه اللي باقي هي فقط 8 أو 9، ولكن نحاول نعمل احمد انا بدي ارجعك شوي كمان للكرنفال اللي حكيت عنه بالنسبه للعوده للساد السلام، وبدي هيك زي نصيحه صغيره انه تركيز، يعني صعب جدا انه تقيم التركيز عن الافتتاح الملعب، لكن نفس الوقت لازم الكلياتنا نعرف او تكونوا عارفين انه مكاب تحتيك فابويل بتحتيك فلاعبين ضد بعض هذا الاسبوع يوم الاثنين، وهون لازم استغلال الفرصه على انه ننزل ابو علم الفحم ينزل الفارق عن واحد من الفريقين. اي نتيجه راح تكون في المباراه هي راح لصالح ابو علم الفحم، فوز لمكابي بتحت كفا، فوز لابو علم بتحت كفا او تعادل. فباعتقادي هون الطاقم المهني لازم يركز على هاي الامور ويخلوا الفرحه والكرنفال للجمهور، لانه جمهور ابو علم الفحم برتكن عليه. مش بس الطاقم المهني، يعني جميع عاملين بأبو علم الفحم عليهم ان يعني يعرفوا يفصلوا بين الكرنفال اللي بيكون فيه بالمدرجات وقبل المباراه وبين ما الحكم يعني يسفر بدايه المباراه. احنا من شوي طلعنا من مجتمع لك جميع هاي الامور، واحمد ابو العم شدد كثير على موضوع الكرنفال هو للجمهور مش لنا. احنا عندنا هدف هاي السنه اللي هو الصعود للدوري، وهدفنا فقط 3 نقاط ان كانت المباراه باستاد السلام ولا بعكا ولا ابن يهودا، هدفنا بس فقط. زال احمد يعني في كل موسم ابو علم الفحم في مثل هذه الحالات يعني يكون نوعا ما بين الهدوء وبين التعثر وسنوات التراجع، الان انتم في خضم المنافسه، يعني اليوم بدات المنافسه الحقيقيه، كيف يمكن الحفاظ على مستوى الفريق دون ضغوطات ودون عصبيه؟ وايضا ما هي نقطه التحول فيما يتعلق ايضا بكيفيه التعامل وبث الهدوء امام وسائل الاعلام الاسرائيليه التي تبحث عن الثغرات في بعض الاحيان في ابو علم الفحم؟ شوف بالعاده يعني اذا بترجع سنه لورا او سنتين لورا بالجوله 17 18 ابو علم الفحم بيبدأ يعني يهبط بالجمع النقاط. السنة الحمد لله لحد هسه بالعكس، من يعني الجولة 18 19 و20 احنا حصلنا على 7 نقاط، عمالنا نتواجد بالصدارة. اختيار اللاعبين المناسبين هسه بفترة التعزيز له أهمية كبيرة. انا بتخيل انه هذيك السنة عملوا اخطاء فادحة بالتعزيز، ابو علم الفحم استغنوا عن افضل لاعب وقتها تيمور افيتان وضموا لاعبين نجوم ولكن غير مناسبين لفريق ابو علم الفحم. ان شاء الله هاي السنة نتعلم من هو صاحب الكلمة في هذا السياق. أدهم هادية؟ الكلمة الأولى أكيد لأدهم هادية. يعني أما إحنا بننكرش إنه فيش مدرب بإسرائيل بتشاورش وبستشرش الناس اللي بتدفع المصاري بالآخر بالفريق اللي هو أحمد أبو العم ووسيم كيوان وبوجود شمعون هداري جنبين، ولكن الكلمة الأولى تم التوقيع مع أدهم؟ بالنسبة لإيش؟ للسنة القادمة يعني؟ نعم، في اتفاق بين الطرفين. ما تخيلش لا أدهم بهمه الورقة يمضي عليها ولا أحمد أبو العم، ولكن
اتفاق مبرم بين الطرفين انه ادهم هادي راح يستلم. احمد كمان مره حكينا عن لاعبي تعزيز ومين مين المسؤول ومين من كل هاي الامور، وذكرنا ادهم هادي والاداره، وبعد في الحلقه اللي ضايعه المدير المهني كمان مره اللي باعتقادي يعني غاد في له اهميه من ناحيه وظيفه ومن ناحيه معاش كبير، لكن مش عم نشوف اسمه موجود بالعناوين كل شيء بخصه بالمهنيه. فهون في حلقه مفقوده كمان مره، يعني احنا حكينا وبركنا الشيء انه في وبالاخر مدير مهني في فريق عربي بالاخر مش عم بيعمل شغله هو المهني. لا، وهناك من يقول انه كونه يعني ليس عربيا هو واجهة امام الاعلام الاسرائيلي، بان يكون هناك شخص يعني دعنا نقول باختلاف قوميته ودينه بان يكون واجهة على الاخر. شوف يعني ببداية العام يمكن هي كان واحد من الأسباب لضم أحمد أبو العام لشمعون هداري، ولكن كمان مرة أنا ذكرت وبذكر قبل إنه الكلمة الأولى لأدهم هادي، ولكن طبعا باستشارة شمعون هداري وأحمد أبو العام ووسيم كيوان وكل المسؤولين على الفريق، كل واحد بجرب يضيف نظرته للكادر. هناك في ثقة عمياء بين شمعون هداري وأدهم هادي، شمعون بركن كتير على أدهم، وين ما فيش حاجة أدهم يسأله شمعون بعرف أنه أدهم كل شيء عنده زي ما لازم. شمعون بيعمل شغله بهذا الجانب، بعض الهدوء لأدهم التام، بحاولش أنه ما كان يضغط عليه بأمور معينة، وهذا الإشي برضه لحاله هو يعني نقطة للفريق. أحمد جابر مدير عام فريق مكابي أو عفوا أبو علم الفحم أشكرك جزيل الشكر على هذه المقابلة، ونتمنى أيضا لكم النجاح. شكرا. وبالطبع يعني دعنا قبل أن نعرج على فريق مكابي خان الناصرة، مباراة ضد ابن يهودا، أولا كيف تقرأ هذه المباراة، وأيضا يعني دراساتك لأبو علم الفحم؟ عم نشوف انه ابو علم الفحم تقدم ممتاز، انضمام جيل يضحك لخط الهجوم اعطى نفس لجميع اللاعبين، وبالذات المهاجم الثاني انس محميد اللي عم بيساعدوا بعض بشكل ممتاز، عوده نيف سردل بعد عده اصابات. عم نشوف انه اغلبيه اهداف ابو علم الفحم عم تيجي من الاطراف عن طريق المدافعين اللي بيهاجموا كثير، وادهم بعطين ان يهاجموا نيف سردل كوبي مور، استغلال هدول اللاعبين بشكل ممتاز، وهي الطريقه اللي بيستغلها ادهم مع انضمام اللعيب الصح. هذه من صفات أدهم في طريقة اللعب، يعني شاهدنا أيضا في الرين العام الماضي أشرف رباح من جهة، وأيضا كان نائل خطبة اللي كان لهن بصمة ممتازة في صعود لدرجة الممتازة. بالضبط هذا اللي بيعتمد عليه أدهم هادي مع مهاجمين اللي يقدروا يستغلوا هذه الفرص، وحاليا أدهم عم بيعمل الشغل وعم بضم اللاعبين الصح بالطريقة صح وبيستغلهم بطريقة صح. نعم، دعنا وإياك نعرج من أم الفحم على فريق مكابي خان الناصرة الذي يحقق الانتصارات، وأيضا ليس أي انتصار، بصاروخية هزت أسوار عكا، ليست شباك عكا، وصاحب الهدف كان بطبيعة الحال الجميل هو أنس دبور. مرحبا بك أنس. مرحبا يا هلا فيك وأخ إدهم وأخ وسام. أنس، ما هو الشعور لديك وعندما تسجل هدف مثل هذا الهدف؟ تعودنا على مثل هذه الأهداف لكن ضد عكا تحديدا، وكأنكم يعني تقولون نحن هنا، نحن جئنا لنكون في القمة ونريد نبتعد عن القاع. أولا يعني كيف تعقب على الفوز الأخير والاستعدادات المرتقبة للمباراة القادمة؟ الحمد لله احنا بفترة كتير كتير منيحة، حققنا من آخر 4 لعب 9 نقاط مع 3 فرق من القمة، بس كانت عنا شوي انفلات مع طبرية اللي ما حصلناش ولا نقطة، تعثر صحيح. ان شاء الله راح نكون بالقسم العلوي هذا اكيد يعني. نعم أدهم، أنا آسف، بالأسابيع الأخيرة عم نشوف الأرقام والأداء الممتاز اللي أنت عم بتجيبه، وعم نحكي كل أسبوع إلك وإلك وللنواف إنه أغلب الأرقام عند فريق مكابي خان الناصر اللي عم بتجيب النقاط هي بسبب أنس دبور ونواف بزيع. قديش الإشي صعب عليكو إنه متكلين بس عليكو، في عندكو كوكو، في يوال حتسير اللي اعتقاده هو صار برا خارج الفريق، قديش من ناحية نفسية صعب إنه الأرقام إذا ما فيش نواف بزيع وفيش أنس دبور مش عم نشوف نتائج، مش عم نشوف أهداف، قديش الإشي صعب كأنت كلاعب؟ نحكي على سؤال شخصي لك. لا صعب ومش صعب، لأنه كل الحلقة الفريق الحلقة الدفاعية عم تدعمنا، يعني احنا كمان بأغلب اللعب مش عم نستقبل أهداف، يعني الدفاع مزبوط إنه هو بمر فترة رائعة، ليش عم بعطينا دعم احنا بالهجوم؟ بس انت كانت أبو حطيرة، أبو حطيرة إسته مش بالفريق، وأفكر إذا بتعرفوش نواف بزيع كمان اليوم راح يمضي أو إنه مضى مع بوالي القدس.
عشان هيك احنا هذا بزيد المسؤوليه حاليا أكثر. لانه مش عم نشوف انه في تعزيزات او في اسماء تعزيزات بالهجوم لفريق مكابي خناصره بالذات بالظروف الماديه الصعبه اللي قاعد بمرقها، فهذا بزيد عليك مسؤوليه اكبر بكثير انك انت تكون مسؤول عن كل هاي الارقام. ما عنديش مشكله، انا دائما صاحب ارقام يعني بالسنوات اللي فاتوا، ما عنديش مشكله من امسك هذا الفريق على كتاف وامشي فيه، بس من جهه ثانيه يمكن ما راح يكون عندكم مفاجاه انه مش راح اكمل بالفريق، يمكن عندي عرض او عرضين. هذا سكوب قوي في الدرجه العليا، واحده من الدرجه العليا واحده من الدرجه الممتازه، اللي هن يعني لايات لعيبه غير سكول. لا بس كم مره انا فريق الاخاء وفريق الام يعني مش راح اترك بهيك ظروف الا اذا اتفقت مع الاداره وسمعتكم للاداره انا راح امشي. السؤال يعني لن تترك الفريق مكابي خان النصر في تلك الظروف، ولكن هناك من يعتقد بان هناك ظروف اقتصاديه صعبه يمر بها الفريق، هل تشعرون بذلك داخل غرفه الملابس؟ طبعا بنشعر بهذا الشيء، هذا الشيء حاليا مش عم بأثر على الفريق، بس اذا هيك اللي بدأ راح يأثر على الفريق بكثير. ما بفكرش انه اللعيبه راح تقدر تلعب من غير ما تاخذ معاشها. طبعا احنا بدنا دعم الجمهور، دعم البلدية، دعم رئيس الفريق، غير هيك الفريق مش راح يكمل. أنس أنت قريب جدا من فريق عربي في الدرجة العليا أم أكثر من فرق أخرى؟ لا أنا ما قلتش فريق عربي، أنا قلت في عندي عرضين اللي هن كتير مغريات من فريقين، واحد من درجة الممتاز وواحد من درجة العليا. فريق الأخاء بعرف بهذا الإشي، بتأمل إنه أنا والأخاء نتفق خلال هاليومين على كل شيء وأتم بفريق. أنت معني أيضا بالتقدم، أنت كانت لديك عروض سابقة كبيرة جدا من العديد من الفرق في الدرجة العليا، واليوم لديك لربما فرصة أخيرة، هل فعلا اليوم يعني دعنا نقول تحبذ التقدم الشخصي على مستوى الفريق، أم يعني لا ما هي الرغبات عند أنس؟ أنا أعلم على الأقل كان لديك عرض من سخنين قبل موسم أو موسمين وثلاثة. سخنين صراحة صلنا ثلاث سنين بنحكي مع بعض بس مش عم بزبط الإشي، دائما في عندي هيك مشكلة صغيرة اللي مش عم تودينا سخنين من وراي، يمكن هو كل الفريق. المشكلة مع سخنين هي مشكلة شخصية تتعلق بحسابات خارج الملعب؟ لا فيش ولا أي مشكلة شخصية مع أي فريق عربي أو يهودي، طب ما عنديش أي مشكلة مع أي فريق. قلت لك عندي عرضين كتير مغريات، الأخاء بيعرف بهذا الإشي، بس حاليا الأخاء متمسك فيي كتير، وأنا قلت لك يا مرة بهذا الظروف مش راح أترك فريق أخاء الناصري، راح يكون عندي جلسة اليوم أو بكرة مع فريق أخاء الناصري وراح نتفق على كل شيء. أنس يعني شو القرار اللي ممكن بالآخر يخليك في فريق مكابي أخاء الناصري أو يخليك تروح على فريق تاني، هو أكتر مادة ولا مهني بجيل زي اليوم أنت اللي إحنا بنعرف لاعبين كرة القدم اللي لازم بالآخر حسب جيلهم يطلعوا على المعاش أو على الإشي المادي، شو القرار اللي بالآخر يكون هو مادي ولا مهني لأنك أنت بدك تلعب بالدرجة العليا؟ لا انا باخذ من ناحيتين، طبعا مادي وطبعا مهني. يعني اليوم انا الضباب عمره 31 سنه، ولا هو ولد صغير ولا هو كبير بالعمر، هو بجيل متوسط، شفنا لاعبين انه وصل عمر 37 38 وبعض المتالقين، فانا الحمد لله الارقام عم بعطيها. عندي سؤال لك انس بصراحه، لو كانت الظروف المالية دعنا نقول التي تحيط بأنس دبور داخل البيت هي ظروف ممتازة، ونعرف أن الظروف ممتازة وأيضا أنس هو أخ النجم الكبير مؤنس دبور، ألم كنت تفكر يعني منذ فترة طويلة بالخروج وأيضا أن تصل إلى مستويات الدرجة العليا؟ أنا أعتقد لدى الكثير الشعور بأنك يعني تكتفي بسبب الظروف وتهيئة الأجواء ولديك عمل خارجي ولديك العديد من الأمور. طلق يا مرة يعني إذا أنا أخو مؤنس دبور مش معناه أنا معي مصاري للقد اللي بقدر مثلا حياة فريق بمعاش قليل، لا أنا عندي عائلة، عندي ولد، عندي بنت، يلا خليان طبعا. يعني عندك رغبة في التقدم دائما؟ طبعا 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 قبل كل شيء عندي رغبة في التقدم، انا بعدني قلت لك جيل 31 سنة بعد في قدام حوالي 5-6 سنين كبار، انا مش اليوم ابن 35 او 36 اللي بعدين. أنس هذا العام نشاهد عليك بان لديك نوع من الهدوء على المستوى الذهني وايضا دعنا نقول يعني كبرت اكثر على مستوى السلوك والاداء، هل تعتقد بأن ذلك كان يعني مانعا في السابق؟ يعني كنت لاعب عصبي، كنت لاعب سرعان ما يعني يستفز أنس أي لاعب، وأيضا هل ترى هذا التغيير؟ طبعا الكل شايف هذا التغيير، خلينا نكون واقعيين، من وقت ما تجوزت من قبل 3 سنين
يعني زي ما تقول الله اعطاني هديه انه تجوزت واجى هذا الشيء مع كره القدم، ساعدني كثير كره القدم. يعني معقول هذا هو العائق كان عندك لما كان، لانه انس ضبور كان في الدرجه الاولى، كان في مكابنة ثانيه، كان في هابويل حيفا، وغاد كان دائما كان في له فترات قصيره ويرجع على الدرجه الممتازه، وبس يرجع على الدرجه الممتازه هو نجم الدرجه الممتازه. فالسلوك انت حسيت هي اكثر اللي كانت العائق في الدرجه العليا، مش من ناحيه مهنيه، لانه من ناحيه مهنيه الكل بيعتقد انه محلق في الدرجه العليا. كل بعرف هذا الشيء، وانا بعرف هذا الشيء، انه الاهم انه انا بعرف هذا الشيء، انه السلوكيات قبل ما اتزوج ما كانتش هذاك الشيء. نعم. أنا زبور، أولا نتمنى لك النجاح أيضا ولفريق مكابي أخي الناصرة، ونحن نعلم بأن لكم أيضا مباراة مصرية هذا الأسبوع، وأيضا استمتعنا بالهدف الجميع الذي هز يعني ليس شباك عكا كما قلت إنما أسوار عكا بصاروخية قاتلة من أنس دبور. أشكرك جزيل الشكر لاعب فريق مكابي أخي الناصرة أنس دبور بجملة، ونقفل كفر قاسم في المسار الصحيح. كفر قاسم بالمسار الصحيح، شفنا مباراة ممتازة جدا امبارح أدهم، في نقطة ضوء لازم يركزوا عليها، ويعني في كمان كانت هناك حالة استلحام ضد ضيافة، استلحام بشكل ممتاز وهاجموا بشكل ممتاز، وكان ممكن يخلصوا المباراة بفارق أكبر، لكن في لاعبين في كفر قاسم بعد مش عم يعني بأخذوا منهم أكثر، مثل أحمد دراوش اللي أعطى مباراة ممتازة. أشكرك جزيل الشكر وسام خليلية على هذا الأداء وأيضا هذه المعطيات، وإلى هنا وصلنا إلى نهاية الحلقة، إلى اللقاء.